عندي رز سواء بسمتي او عادي على حسب ما انتوا موجود عندكم، وعندي فرخه انا النهارده مقطعاها على 4، تقدروا تعملوا اللي انتوا عايزين، تقطعوا على 8 4 مخليه سليمه زي ما انتوا حابين. وعندي عيش صاج، وعندي كمان بصل شرايح وزيت زيتون او زيت عادي، وسماء وثوم وطحينه ورشه قرفه وملح وفلفل وعصير ليمون وبقدونس مفروم وثلاث علب زبادي. اول حاجه تعالوا نحط الرز على النار. انا في الفته هيبقى عندي طبقات عباره عن الرز والعيش والفراخ والصوص بتاع الفته بتاعتي. يبقى انا محتاجه اعمل 4 حاجات، هسوي الرز تمام، واعمل الصوص بتاع الفته، واسوي الفراخ، وعندي العيش الصاج ده طبقه كده هي جاهزه يا دوب بظبطها. خلاص يبقى انا كده همشي واحده واحده. اول حاجه اللي هياخد وقت مننا شويه الرز، يبقى هنعمل ايه؟ هنقوم حاطينه كده على النار ونسينه عشان ايه نبقى فلفلناه وسبناه ياخد وقته في الفلفله كده لحد ما نكمل بقيه حاجتنا. هحط الرز بتاعي اهو كده كده تمام قوي، يلا نحطه كله. واقلب، انت بتكلمني، واقلب كده الشكل ده اهو، لا اهو كده، هنقوم مقلبين كده شويه زيت تمام. وهنبدا نفلفله بميه سخنه عادي خالص. انا عايزه رز ابيض مفيش اي اضافات، ملح وميه مغليه وشويه زيت او زبده او سمنه الدهون بتاعه الرز وخلاص على كده، مش عايزه له اضافات كتير. انا هنا حاطه حوالي كيلو رز، فهحط على كل معلقه رز كوبايه رز معلقه صغيره من الملح اهو تمام اهو. حابين رشه برده فلفل اسود تطعم بس ما تغيرش اللون برده تمام اهو، رشه بسيطه كده على كل الكميه دي يا دوب تطعم لي بس تديني طعم الفلفل الاسود بس في نفس الوقت ايه ما تغيرليش اللون. وعلى طول اقوم حاطه الميه المغليه اهو تمام. هحتاج شويه ميه كمان تمام. حابين بقى تحطوا ورق لورا، شويه حبهان، شويه مستكه، تطعموا بالحاجات الحلوه دي تمام. انا عملت رز ابيض ما فيهوش اي اضافات، يعني هو الحاجات العاديه خالص اللي احنا بنعملها في اي رز ابيض خلاص. وهغطي بقى الحله واسيبه بقى يستوي كده على مهله. هنقله كمان في العين دي، نبدا كده ايه نشغل العين اللي هناك ونسيبه على مهله خالص يستوي لحد ما نخلص بقيه الحاجه. تعالوا تاني حاجه نعملها ايه، الفراخ. هنمشي واحده واحده اهو عشان تبقوا عارفين ماشيين ازاي اهو. هسيبه كده الميه تغلي شويه وبعد كده هنقله على العين الاهدى شويه. تعالوا بقى ايه دلوقتي هنشتغل في الفراخ. الفراخ هحتاج لها ايه؟ هحتاج لها البصل، هحتاج السماء، هحتاج عصير الليمون، وعصير الليمون برضو هحتاجه في الصوص بتاعي، وهحتاج الفراخ اللي عندي والملح والفلفل خلاص، الزبادي بقى والطحينة والثوم والكلام ده هحطه ايه على جنب لما احتاجه. تعالوا كده ايه هفتح فتحات للفراخ، هعمل لها فتحات كده بسيطة جدا، وهجيب بولة كده عشان أبدأ إن أنا أبهر وأتبل كل حاجة فيها. هجيب الفراخ هفتحها كده فتحات بسيطة كده من فوق الوش عشان التتبيلة تدخل فيها. جنى صباح الفل. ألو، إزيك يا جنى؟ عاملة إيه يا حبيبتي؟ الحمد لله. أخبارك إيه؟ الحمد لله. اتفضلي يا حبيبتي أنا معاكي. يا جنى ممكن توطي التلفزيون بس عشان تسمعيني كويس؟ أنا سامعاكي. ماشي، أنا مش سامعاكي كويس بقى، الكلام بيتعاد، فمعلش وطي التلفزيون بس شوية. تمام. ماشي حبيبتي. بصي أنا كنت عايز مقادير اللبن المكثف. حاضر، إحنا كنا عاملينه إمبارح بكذا طريقة، هقول لك. حاضر تاني هعيدها لك.
عيني يا حبيبتي. حاضر، شكرا يا حبيبتي، تسلمي. هقول لك امبارح عملناها بطريقتين، على البارد وعلى السخن. اول امبارح معلش الايام كلها بتدخل معايا في بعض. هبدا كده اعمل فتحات، هقولها لك. حاضر يا حبيبتي، هعمل فتحات كده في الفراخ بالشكل ده، تمام؟ فتحات بسيطه يعني اهو، وهبدا كده ايه اهو بالشكل ده اهو كده. طبعا زي ما قلت لكم، عايزين على 8، عايزين على 4، عايزين تعملوا الفرخه على 2 كده زي ما انتم حابين، مفيش مشكله خالص. نرجع بقى الحاجات اللي احنا مش عايزينها ورا، ونبدا بقى ايه، نجيب البصل اهو. بصوا بقى البصل الجوليان ده، هبدا احط عليه فلفل اسود، معلقه حلوه، ومعلقه ملح كده حلوه، او يعني معلقتين كده صغيرين، تمام، وشويه بقى سماق محترمين، وسنه قرفه، سنه مش عايزه قرفه كتير، وايه، وعصير ليمون، حوالي ليمونه ونص كده.